ما من هاب وما من هاب بعد الليل يجيك نهار. الموت ورد ما ظليت يا غزتنا صمود صمود. احنا اليوم جينا كاملين الفاصوط ممنددين للعدوان الاجرامي الهمج الاسرائيلي على شعبنا في غزه، مستغلين تطبيع العلاقات بين اسرائيل والقوى العميله. اعتقدوا انهم باستطاعتهم تركيع الشعب الفلسطيني، لكن نحن نقول لهم لا يمكن لاي قوه ان تركي شعبنا. من ام الفهم نساء رجال اطفال، نحن مع شعبنا في غزه وبالضفه الغربيه وفي كل اماكن تواجده. نناشد الجميع وكل العقلاء في اسرائيل، اخرجوا الى الشوارع، نددوا بهذه المؤامره، نددوا بهذا العدوان الهمجي. من ام الفهم رساله قويه، تضامن عائله في غزه، لنا شعب واحد ووحده شعب واحد، وحده مصير ووحده دم باذن الله، وسنبقى كذلك حتى تحرير القدس ان شاء الله رب العالمين. يا غزتنا صمود صمود. هذا العدوان لم يكن له اي مبرر الا قضيه واحده، الانتخابات القادمه للكنيسة. هذا بنت يا سرايا ويا قسام، لبيب يريدون ان يخوضوا انتخابات على دم الشعب الفلسطيني. ما من هاب وما من هاب.